مرحبا بالجميع في قناة لا سيونس الحصة لتعلم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. اليوم غادي نكملو سلسلة المبتدئين. في الدرس الأول تعرفنا على لي لتر دو لالفابي، تعرفنا على الالفابي لي فوايل لي كونسون لا ماجوسكول و لا مينوسكول. في هذا الفيديو اللي هو الدرس الثاني غادي نتعرفوا على ايام الاسبوع اللي هما لي جور دو لا سيمين. Les jours de la semaine. Lundi, lundi. الاثنين, lundi. عقلوا مزيان على الكتابة ديالهم. Lundi. Mardi, mardi, mardi. الثلاثاء, mardi, mardi. Mercredi, mercredi. Mercredi. Al-arbi'a. Mercredi. Jeudi. 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 Al-khamis. Vendredi. 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 Al-jumu'a. Samedi. Samedi. Al-sabt. Samedi. Samedi. واخيرا dimanche. 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 الاحد. Dimanche. Dimanche. والان غادي نقراو لي جور دو لا سيمين وبغيتكم حتى نتوما تعاودوهم معايا. Je retiens dans une semaine il y a 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. نمروا الان تمرين بسيط وسهل جدا اللي غادي نخدموه جميعا. وبالنسبه اللي عرف راسو بانه فهم يحبس الفيديو يخدم التمرين وعاد يقوم بالتصحيح ديالو. التمرين تيقول كومبليت اكمل. عندنا جوج ديال لي طابلو، كل طابلو فيه ثلاثة ديال الخانات. الخانة الأولى فيها إيار الأمس، الخانة الثانية أجوردوي اليوم، والخانة الثالثة دومان غدا. وكيف ما كتلاحظوا الخانة ديال أجوردوي في لي دو طابلو عندنا ديجا عامرين، يعني اليوم شنو كاين. احنا غادي نتخيلوا بأن اليوم كاين، ولا اليوم هو ميركودي. ميركودي شنو هو بالعربية؟ فكروا مزيان. ميركودي هو الأربعاء. نعم أحسنتم. إذا إلا كان اليوم ميركودي، إيار شنو كان؟ الأمس شنو كان؟ ولا البارح شنو كان؟ ماردي. ماردي. تري بيان. ألوغ أون أ إيار ماردي، أجوردوي ميركودي، دومان غدا شنو غادي يكون؟ غدا إين يوم غادي يكون؟ ميركودي هو الأربعاء يعني الخميس، والخميس باللغة الفرنسية هو جودي. جودي. الخانة الثانية أجوردوي لاندي الاثنين. إيار الأمس كان ديمانش الأحد، ودوما غدا ماردي الثلاثاء. أجوردوي جودي الخميس، إيار الأمس ميركودي الأربعاء، ودوما غدا غادي يكون فوندردي الجمعة. نمروا الآن للجدول الثاني. Aujourd'hui, dimanche, l'ahad. Hier, l'ams ken, samedi. Demain, chnou li kiji après dimanche. Lundi, l'ithnain, très bien. Aujourd'hui, vendredi, l'jumoua. Hier, hier, fkromzien. Jeudi, l'khamis, naam. Ou demain, demain chnou gadi kon, chnou li kiji moura vendredi. Samedi, l'sabt. وآخر خانة هي aujourd'hui mardi الثلاثاء، hier lundi الاثنين، و demain شنو اللي كيجي مورا mardi mercredi الأربعاء.
فكان هذا هو الدرس ديال اليوم. مازال ان شاء الله غادي يكونوا دروس واحد اخرين فين غادي تعلموا فيهم بسرعه اللغه الفرنسيه. الى عجبك الفيديو ما تنساش تخلي لي كومونتير، تخلي لي جيم، وتنشر القناه مع الناس اللي كتعرفهم. ما تنساوش ايضا تدخلوا لاباج والجروب ديال الفيسبوك اللي داخلين بهم بحال اسم القناه لا سيونس الحصه. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.